الو زينب حسون من بغداد. زينب حسون، شلونك من ذي بغداد النوبة؟ والله الحمد لله. ليش؟ شلون رمضان وياك؟ والله زين الحمد لله. الحمد لله يا ربي. زينب حسون شنو؟ زينب حسون عليه ومن بغداد. تمام، يلا زنوبة نبلش نلعب؟ جاهزة؟ ايه ان شاء الله. يلا يلا نلعب. رقم 5 نقول صندوق. يلا رقم 5، نشوف شنو بداخل صندوق رقم 5. شكو بداخله؟ ايش تتوقعين؟ ها؟ ان شاء الله جائزة. ان شاء الله. ان شاء الله من ايدك الحلوة. حبيبتي، لا هو طلع لي السؤال، بس ان شاء الله نحاول نساعدك. السؤال: شيء له قدرة فائقة على التحدث بأي لغة بالعالم، شنو هذا الشيء؟ ما هو هذا الشيء الذي له قدرة يعني فائقة على الصدر؟ ان شاء الله الصدر. صح، عاش سيدك، ما تحتاج مساعدة زينب. صوت. مبروك، اسمك دخل ويانا بالقرعة، وان شاء الله نعلن عن اسم الفائز في نهاية الشهر الفضيل. شكرا لك زنوبة، وتحياتنا لك.